السلام عليكم ابو شيحه من قلب اي 3، قاعد اجرب لكم لعبه سونيك فورسز من جهه على جهاز الاكس بوكس 1 اكس اللي نزل او بينزل قريبا اللي تكلمنا عنه. خلينا نشوف احنا مع بعض. اوكي، هذه اللعبه قدامكم زي ما تشوفون، صراحه الرسوم صايره جميله جدا، خاصه الاضاءه والانعكاس المايل اللي تشوفونه. وهذه صار لعبه سونيك اللي اصلا كانت موجوده او خلينا نقول نزلت قبل من فريق نفس اللي طور سونيك كولرز وسونيك جنريشنز اللي هو سونيك تيم. وشكل ان اللعبه هذه ما انا اشوف الجرافكس تحسن بشكل احسن يعني، بس لسه ما اعرف على الجيم بلاي بالضبط يعني، بس خلينا نشوف كيف اللعب كيف صاير. اللعب نفس القديمه صار بالضبط، ما حسيت فرق كبير، بس كان التحكم صار افضل يعني، تحس التحكم ثابت مش زي خلينا نقول سونيك السيئه سونيك او 6 او العاب سونيك الثانيه اللي الماساه. ف لا احس التحكم صار احسن، حتى الهومينج او جبت العيدنا حتى الهومينج صار احسن حق لما تطلق على احد زي كذا. بس طبعا في واضح انه في مشاكل كاميرا منها، بس اتوقع يمكن حل في النسخه النهائيه ما اعرف صراحه. بس الى الحين انا صراحه عجبتني اللعبه يعني، ما عندي اي مشكله معها جذريه زي الالعاب سونيك الثانيه، خاصه انا فان سونيك صراحه الالعاب الكلاسيك وال 3 دي. فنشوف ايش صار معنا هنا. اوكي ما ضبط الوضع مره ثانيه. اوكي الهومينج مره ممتاز صاير، واللعبه صراحه الجرافيك زي ما تشوفون رائع من ناحيه الاضاءه ومن ناحيه الشمس. الحين صار كلاسيك اللعب. اوكي لا لعبه ممتعه شكلها صراحه، طبعا زي العاب سونيك اللي متعودنا عليها في اكثر من طريقه تخلص المرحله. للاسف ما اقدر اوريكم كل الطرق اللي اقدر عليها، بس زي ما شفتم هذه هي تجربه سونيك حق سونيك الفورسز. الى الحين ما اقدر اعطيكم الراي الصريح فيها، هل اللعبه تسوى ولا ما تسوى، بس واضح ان اشتغلوا في فرق كبيره في اللعبه عن الالعاب القديمه. كان معكم بتشيحه، شكرا على المتابعه على ترو جيمنج، مع السلامه.